السلام عليكم. طبعا ناس كتير جدا طلبت مني ان انا اعلق على اللي بيحصل دلوقتي في الدولة الفلسطينية، الاشقاء العرب. انا ما بحبش اوري الوش الزعلان والمحبط للناس من اول ما طلعت على السوشيال ميديا، ما بحبش ده، ودايما بحاول ان انا انشر طاقة ايجابية، بس للأسف الشديد الاحداث الحالية بالنسبة لي هي حاجة معجزاني. يعني أنا حاسة إن أنا بتفرج على حرب أونلاين، يعني حرب أونلاين. يعني إحنا بنشوف مجازر بتحصل لبني أدمين بشر، ناس بيحصل لهم إبادة بطريقة وحشية، وإحنا شايفين ده على مرأى ومسمع مننا ومن كل العالم. فالموضوع بالنسبة لي يعني محبط جدا جدا، بس أنا دايما بحب إن أنا أبص للأمور بشكل أكبر وأوضح. وأنا أول حاجة بفكر فيها أول ما بشوف المناظر دي طبعا إنه أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يزيح الغمة، وإنه يصبر الناس دي، وإنه يوجد حل للمشكلة. ودايما بتفكر في إنه سبحان الله على قد البلاء اللي ربنا مبتليه للناس اللي في فلسطين، أكيد سبحان الله واحنا بنشوف ده بعنينا هم بني ادمين مختلفين. يعني هم عندهم قدره رهيبه على المواجهه وعلى الصبر وعلى الجلد من اول الاطفال لحد اكبر سن. المواقف حتى والناس والردود الافعال اللي بنشوفها، فربنا يا رب يزيح عنهم الغمه. وفي جانب اخر انا بشوفه انه ايه، يعني ايه النعم اللي احنا عايشين فيها دي؟ ايه كم من نعم سبحان الله اللي احنا عايشين فيها؟ كم نعم. يعني انا السوشيال ميديا عندي كلها قائمة يمكن 6 ل7 مليون متابع على انه الناس عايزة تحسن صحتها، عايزة تخس، عايزة تفهم يعني ايه دايت، ازاي الدنيا عندها تبقى افضل. وده عشان في امل انه ده يحصل، في امل، في البيزكس او في اساسيات الحياة موجودة، فالناس عايزة الاحسن والافضل لنفسها. فما بالك بناس ما عندهاش الأساسيات، حتى مش في وقت الحرب وهم أثناء الاحتلال، هم في أي وقت مهددين بأنهم يخرجوا من بيوتهم، في أي وقت مهددين بقذف، في أي وقت مهددين بحرمانهم من البيزكس اللي احنا بنقول عليها أو أساسيات الحياة، من طعام، من أمان، من خدمات صحية. فإيه كم النعم اللي احنا عايشين فيها دي ومش راضيين؟ يعني سبحان الله، إن الإنسان لربه لكنود. الواحد لما بيقوم يصلي جوه اوضه في بيت، في مكان امن بيقدر فيه ان هو يصلي ويتدبر ويدعي، دي لوحدها نعمه. حته ان الواحد يعني انا جايه من الطريق الصحراوي اهو، كنت في مؤتمر وراجعه بلدي، الطريق وامان ونعمه. احساسك انك عايش في سبحان الله مكانك او في بلدك بدون تدخل من اي حد او بدون تحكم من اي حد خارجي، دي نعمة. اساسيات الحياة يا جماعة، اساسيات الحياة اللي احنا بناخدها باي ديفولت او كأنها حاجة عادية، لا هي مش عادية، هي توفرها اكبر نعم. انك نايم امن في بيتك، انك بتصحى بتفكر تحسن حياتك ازاي لاساسياتها موجودة، حتى لو الاساسيات دي كانت سبحان الله مواردها ضعيفة شوية، ولكن هي موجودة، في امل. هو ده اللي انا بقول، في امل، الواحد عايش بامل انه يحسن، عنده طموح، عايز يكبر. لكن الناس دي عايشه كل همها واملها في الحين انها تعيش، هي بس عايزه تعيش. ف ما حدش له حجه يا جماعه. انا مش يعني ربنا يا رب، انا متاكده ان شاء الله ان الغمه دي هتخلص على خير. بس هو الخلاصه او الدرس اللي انا طالعه بيه من القصه دي انه ما حدش له حجه انه يتحسن، ما حدش له حجه انه يحافظ على صحته، يحافظ على شغله، يحافظ على النعم اللي في حياته، يحافظ على مراته، تحافظي على جوزك، تحافظي على اولادك، تحاولي تحسني من الوضع اللي انت عايشه فيه. ما فيش حجه. الضغوطات الحياتيه اليوميه دي نعمه. انتوا متخيلين الناس بتشتكي من ضغوطات يوميه موجوده متعايشين معاها، طلعت نعمه. يعني يمكن الكلام من قلبي، وانا زي ما قلت لكم ما بحبش اطلع وانا تعبانه او زعلانه، بس يعني الواحد كبر وحاسس بالعجز الشديد. كل اللي يقدر يعمله هو الدعاء. لو في حاجه نقدر نعملها تاني بنعملها،
بنعمل ريشير او بنشوف ايه الاحداث وبنحاول على قد ما نقدر نعلق عليها، ولكن ما باليد حيله. ربنا يا رب قادر على قد البلاء اللي هم فيه انه يزيحوا عنهم. انا بشوف ان ليس لها من دون الله كاشفه، ولكن احنا بقى لازم نتفكر ونتدبر في النعم اللي في حياتنا. ملكوش حجه، ملكوش حجه انكم تحافظوا على صحتكم، عندكم الاساسيات، حاولوا تشتغلوا على نفسكم، حاولوا تحمدوا ربنا بكل الطرق. تفكروا في النعم اللي في ايديكم، تفكروا كده ايه اللي حواليكم، البني ادمين، النعم، الموارد، كل حاجه، كل حاجه نعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب يا رب ندعي كلنا لفلسطين ان هم يزيح عنهم الغمه دي ويخلص هذا البلاء على خير، ويفك كربهم ويرحم شهدائهم وينور قبور شهدائهم. وشهدائهم يعني انا بشوف ان هم سبحان الله ماتوا وراحوا للخالقهم الرحيم بيهم. يا رب يا رب يكونوا في مكان احسن. اما الناس المفتقدين زويهم والزعلانين ربنا يقويهم ويصبرهم، وان شاء الله باذن الله فرجوا قريب. اشوفكم على خير.